عادة جنى تحدث يعني عن للتصحيح العادات. فقط، أنا مختصة في الطهي الجزيئي، أكيد. وحبيت نشرح حاجة برك لو كان تعطيني 15 ثانية. تفضلي. الطهي الجزيئي هو عبارة عن دراسة تلك التغييرات الكيميائية والفيزيائية التي تطرأ على جزيئيات ومركبات الطعام أثناء الطهي، التخزين والاستهلاك. Donc c'est une façon de cuisiner l'art culinaire au croisement de la science. C'est une discipline scientifique. يقولوا 72 درجة، سو كيفي 72 درجة. علاش ماشي 73؟ لا يبقى الشرح يعني ما في الأيام المقبلة. أكيد. يعني نبدأ عامة فقط. أكيد. إذا نتحدث اليوم يعني إحنا كنا جزائريين يعني منذ صغر، إحنا موالفنا إنه عاداتنا عادات أجدادنا، إنه مستحيل أنه لا تتزين مائدتنا بحلويات العيد، ونشوفوا أنه كل أم تتفنن في إعداد مختلف أنواع الحلويات، لكن أنتم كخبراء تنصحون بعدم ربما الإكثار من نسبة السكر، خاصة ما يسببه من أمراض يعني الذي يستهلك هذا النوع من الحلويات. حدثنا ربما عن ربما كيف يتم تغيير هذا النظام، يعني من شهر الصيام الذي يطرح فيه الجسم كل السموم إلى العيد، يعني الكل يعني بفرحة العيد يتناول كمية معتبرة من الحلويات، كيف سيؤثر هذا على صحته؟ اولا شهر رمضان يعني انت قلتي انه يطرح جميع السموم، لا اظن، لانه عباره عن تخزين كامل السموم، لان الانسان ما يستهلكه في شهر رمضان من حلويات ولحوم وبروتينات ونشويات وجلوكوز وفركتوز وما الى ذلك، تخزين كميات هائله، زلابيه، قلب اللوز، قطايف، هذه، ومن بعد يزيد يجي العيد يزيد كما نقولوا يدير لا كلوتور، لا فينيسيون تاع تهديم الجسم. دونك هاد العادات نتاعنا احنا ما نقدروش يعني نقولوا نجيو اليوم ونقولوا نغيروا العادات هذه بين يوم وليله، ولكن نقدروا نمشوا بالتدريج مع المستهلك، لانه المستهلك الجزائري ما عندوش ثقافه عامه او ثقافه كافه يعني، وما عندوش توجيه استهلاك. نلاحظوا انه المستهلك الجزائري يهتم فقط بكل ما هو كالوري، والمصنعين يكتبوا شحال كاينه كالوري. بعدين تشري بطاطا تقولي بار اكزومبل فيها 150 كالوري، تلقاي الانسان المستهلك يهتم ب 150 كالوري، عن بالك 150 كالوري راهي كارثه، لانه هو ما يحطلكش بالجرام. لو كان يحط لك بالجرام راح المنتوج تاعو مش راح يمشي، خاصه للناس اللي راهي تهتم بهذا النظام الغذائي. احنا نقولوا انه الرجل مثلا يحتاج الى 37.5 جرام يوميا، ما يعادل 150 غرام 150 كالوري. أما بالنسبة للمرأة فهي تحتاج إلى من 20 إلى 25 غرام، يعني ما يعادل 6 ملاعق، والرجل 9 ملاعق. شكون اللي يقدر يأكل 6 ملاعق كامل وجبة كامل؟ عندنا بقلاوة شحال فيها، عندنا قلب اللوز شحال فيه، عندنا زلابية، عندنا هذه، وخاصة هناك ثاني سكريات اللي موجودة أصلا طبيعيا موجودة في الأكل، اللي منها الخضار، اللي منها يعني الفاكهة. أنت كديري الإجمال نتاعك اليومي تاع هذا، شحال تلقي روحك كليتي؟ تلقي روحك كليتي آلاف الكالوري. راح نشوفوا تدريجيا كيفاش يحدث. هو عم بالك في السكر موجود نوعين من السكر، سكر الفركتوز وسكر الجلوكوز. راح نشوفوا كيفاش اكلتي مثلا وجبه فيها سكر اللي هو اصله نشويات، كما نقولوا روز، كما نقولوا باستا اللي هي المكرونه، كما نقولوا الحلويات، قلب اللوز، هذه عباره عن سكر يعني الدوريجين تاعو اللي هو نشويات. راح كي تاكليه ياكلوا الانسان راح يتحول مباشره الى جلوكوز، يعني عملية التمثيل الغذائي اللي هي مسؤولة على تحويل الطعام إلى طاقة راح يتحول مباشرة إلى جلوكوز. هناك كما نقول أعضاء في خلايا الجسم، فلان هناك عضو كبير في الكبد اللي هو يسمى جلايكوجين، والجلايكوجين موجود في كل خلايا الجسم، جلايكوجين صغير 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 كما نقولوا لو بلو غرو موجود في الكبد. ماذا يحدث عند تناول السكر او نشويات كما نقولوا اللي هي لوريجين تاعها نشويات؟ دونك راح يتخزن، راح يمشي بعد ما يتحول الى جلوكوز داخل الجسم، راح يتجه مباشره الى الجلايكوجين. الجلايكوجين هذا داخل الكبد، واش يدير؟ دونك راح يخزن
كل هذاك الجلوكوز ليتحول مباشرة بعد ذلك إلى دهون ثلاثية. ولذلك نجد الناس عندهم التركيز نتاع البطن والأفخاد والأرداف كاع موجودة، يعني كاع يعانيو السمنة هنا. دونك خاصة على مستوى البطن، خاصة على مستوى البطن والأرداف والأفخاد وإلى ذلك. عندما يتحول درك انا كي راني كليت الكاطو اليوم، دونك انا لازمني نستهلك ما اكلته من قبل، دونك راح تولي عمليه مفرغه، ناكل 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 ونخزن، ناكل ونخمز من بعد. نو سامبلومون راح نحدث كيما نقولوا اضطراب كبير وخطير داخل الجسم. سي فري احنا نستمتعوا بسعاده، نلقوا روحنا اليز، نلقوا روحنا عندنا وقود ولا باش انتاج الطاقه، لانه الجسم يحتاج الى السكر لانتاج الطاقه. دونك احنا نحسوا بهذيك السعاده، مي هي عباره عن سعاده مؤقته، لانه سكر الجلوكوز واش يدير؟ سكر الفركتوز عفوا اللي موجود في الفاكهه راح يخدع الدماغ، يقوم بعمليه خداع الدماغ، لانه يوهمك انك باريكزومبل راك جعان. هذه الحلقه المفرغه كما نقولوا اللي راهي تمر عن طريق عمليه التمثيل الغذائي، راح واش راح دير لي كومون ديغاج، راح نكرازي عن هرمون الجوع اللي هو المسمى بالجريلين. كما نقمع انا هرمون الجريلين المسؤول على الجوع، في هذه الحاله راح نعطل هرمون الشبع اللي هو اللينين. دونك في هذه الحاله راح ندير عمليه اضطراب كبيره داخل اعضاء الجسم. نو سامبلومون نعيش في الوهم، نعيش في 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 اضطراب كامل. ناهيك عن ذلك الامراض، شوفي يعني دغنيغمون لقاو السبب الرئيسي لتكون مرض السرطان، سرطان وخاصه سرطان الثدي عند النساء، اول حاجه وش هي؟ اللي هي الحليب، السكر، وثالث مرتبه هي كما نقولوا السجائر، فهمتيني؟ دونك نو سامبلومون ويزيد المشكل عند الاطفال انه يعطل النمو لدى الاطفال، لانه يضرب لي عمليه التمثيل الغذائي. كي نضربوا احنا عمليه التمثيل الغذائي راح ياثر لي على الجهاز العصبي لدى الطفل. دونك في هذه الحاله نشوفوا احنا كيفاش نوجهوا الاستهلاك نتاعنا الى ما هو احسن. شوفي انا تاني عندي ولاد، وانا تاني عندي دار وندير الكاطو، عم بالك العام اللي عدى درت الكاطو فيه 30 غرام، اذا كانت الوصفه تقول 100 غرام درت 30 غرام، هذا العام درت 5 غرامات لاضفاء، وعم بالي ما زادتش مبا 1%، مي درت 5 غرامات، اي ما يعادل يعني ملعقه صغيره في وصفه كامله، وجات حلوه وتقبلوها ولادي، وما نديرش السكر اصلا، لاني علاه بديت انا كيفاش استمريت مع العائله تاعي بديت نقص. اليوم درت 100، غدوه ندير ميتيت كونتيتي، نزيد ندير 80 60 70 50، حتى يعني حتى لانه الانسان اصلا باش يكون في علم المستهلك ان الانسان غير مبرمج لاكل ماده السكر. الانسان عاش يعني عاش بالابيضين، يعني الملح والسكر. يعني شوفي الانسان عاش الاف السنين بدون السكر مصنع، كيفاه عاش الانسان وقدر يعيش وقدر كما يقولوا العمر تاعو طويل كان طويل بارابور لدركا؟ علاش دركا ما نقدروش نعيشوا بدون سكر؟ راح نقولوا وي عادات ممكن، لانه ان تكرر تقرر سكفيت ولفنا السكر ولفنا السكر ولفنا السكر. احنا نقولوا انه لازم نوجهوا الاستهلاك نتاعنا، يعني نحاولوا نقصوا، يعني نقصوا عن بالك هذاك 3 غرامات وربع غرامات لا تستهيني بها، يعني غير مستهان بها بتاتا، يعني نبدو نقصوا بالاقل نقصوا بالاقل حتى نحاولوا نوصلوا يعني الى يعني النهائي، يعني نحاولوا كيفاش يجي وقت ونوصلوا نتخلصوا ليه، لخاطر ما هاد الامراض ومن بعد نقولوا احنا حنبالك احنا العرب تاعنا لصقوها في العين ولا في السحور، على بالك واحد كي بصح شوفي واش استهلكتي انت من قبل، فهمتيني؟